أهلا بكم مشاهدينا الأعزاء إلى المسائية نقدمها إليكم من مدينة إسطنبول التركية وفي عنوانها لهذه الليلة. أردوغان يفوز بولاية رئاسية ثالثة وارتداداتها تصل إلى الغرب والشرق. أي استراتيجيات جديدة سيعتمد الزعيم التركي في سياساته الداخلية والخارجية؟ حسمها رجب طيب أردوغان وفاز بدورة رئاسية ثالثة. فاز أردوغان بخياراته الاقتصادية والسياسية برغم الضغوطات الأمريكية وغياب رغبة الغربيين عموما بعودته. وعلى الأهمية البالغة لهذه الانتخابات داخليا فإن ارتداداتها الخارجية لا تقل أهمية وستصيب شظاياها أيضا علاقات الغرب بأنقرة. تركيا ما بعد أردوغان ستقف حتما أمام المرآة تراجع مواقفها وتنظر إلى مستقبلها. تحديات كثيرة تنتظر أردوغان في ولايته الثانية. داخليا يتقدمها الاقتصاد والحفاظ على الوحدة المجتمعية والقيم العائلية والحفاظ على التوازن ما بين العلمانية والقيم الإسلامية المحافظة. وخارجيا تتقدمها العلاقات الباردة حاليا مع الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين مقابل تعزيز العلاقات مع روسيا وإيران والصين وإنهاء التوترات في علاقات تركيا مع دول المنطقة وأهمها مع سوريا. هل سينجح أردوغان في بناء سياسة توازن ما بين دولة تركيا الأطلسية وما بين شركائه الرافضين لهيمنة الغرب مثل روسيا والصين وإيران؟ وهل سيعمل المنتصر أردوغان على تأكيد تحالف الضرورة في الأزمة السورية الذي يجمع تركيا مع روسيا وإيران؟ أسئلة كثيرة بعضها غامض وإجاباتها سيقررها الرئيس التركي بسياساته على مدى سنوات ولايته حتى عام 2028. كل الأعمال التي بذلها شعبنا وكلفنا وألقى على أكتافنا حمل مسؤولية هذه البلاد لخمس سنوات مقبلة أشكر شعبنا إذ أناط بنا هذه المسؤولية العظيمة. إذن المنتصر اليوم تركيا وفقط. ديمقراطيتنا وتنميتنا وأهدافنا لم نتنازل ولن نتنازل عنها. واليوم أشرعنا أبواب قرن تركيا لكننا أشرعنا أبوابها جميعا. سياسات تركيا الخارجية في عهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في ولايته الجديدة التي فاز بها بعد منافسته مع كليشدار أوغلو مشاهدينا سنناقشها مع ضيوفنا من اسطنبول الدكتور أرمغان كوزكمان رئيس قسم العلاقات الدولية في جامعة بايكنت، من الولايات المتحدة الأمريكية وتحديدا من واشنطن الدكتور باولو فون شيراك مدير معهد سياسات دولية في واشنطن، وسيدة إلينا سوبونينا مديرة مركز آسيا والشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية من موسكو. وسأبدأ بطبيعة الحال من اسطنبول ومعك دكتور أرمغان كوزكمان لنسأل بداية إلى أي مدى يعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن نسبة الاقتراع التي وصلت في الجولة الثانية أو في مرحلة الإعادة إلى حوالي 84% وقبلها 88% في الجولة الأولى ستضعه في موقف أقوى وأصلب بمواجهة إذا صح التعبير السياسات الخارجية التي تواجهها تركيا في الفترة الأخيرة وتساعده في التموضع الذي بدأه خلال السنوات الأخيرة؟ في البداية أشكركم جزيل الشكر على استضافتكم ومساء الخير لجميع المواطنين. إن السياسات الخارجية موضوع مهم فيما يتعلق بالمستقبل لتركيا، وإن
أردوغان قد انتخب مرة أخرى بالرغم من معارضة قوية في هذه المرة، وكان الجميع قبل هذه الانتخابات يتوقع أن يتغير الأمر وأن تفوز المعارضة على قوتها، ولكن لم يحصل هذا الأمر وانتصر أردوغان. فيما يتعلق بالسياسات الخارجية فإنني أتوقع بأنه لن يحصل أي تغيير في هذه السياسات التي اتبعها أردوغان منذ السنين، وعلى العكس تماما فإنه سوف يقوم باتباع هذه السياسات واستمرارية هذه السياسات، وهو واثق من نفسه بعد خوضه هذه الانتخابات الحاسمة والمهمة واكتسب ثقة كبيرة، وبخاصة في العلاقات التركية الروسية فإنه سوف يحافظ على هذه العلاقات بشكل قوي. سأعود لهذه العلاقات حدث عنها بالتفصيل أستاذ أرمجان، ولكن اسمح لي هنا نقطة فقط أريد أن نؤكد عليها، أن تكون نسبة الاقتراع بهذا الحجم وأن يحصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على 50% زائد 2، هذا يضعه في موقف قوي بخصوص السياسات الخارجية خاصة بمواجهة دول الغرب. قبل أن ندخل بالتفصيل أريد أن أعرف انعكاس هذه النسب وهذا الحضور الشعبي الكبير في هذه الانتخابات إذا ما كان يضع الرئيس التركي في موقف أفضل وأقوى. في تركيا وعندما انتقل النظام إلى النظام الرئاسي لم يكن هذا الأمر في الحقيقة، كان في الأمر خطورة من جانب أردوغان وانتقال هذه الانتخابات إلى الجولة الثانية، وعندما أثبت أردوغان أيضا جدارته في الجولة الثانية، نحن يمكننا أن نقول بأن أردوغان قد ضمن الفوز أساسا في الجولة الأولى، ثم بعد ذلك انتقل إلى الجولة الثانية والذي كان يرى أنه محسوم لصالحه، وأبدى ثقة كبيرة بالفوز سواء في حملات الانتخابية في أنقرة وفي إسطنبول، وبالتالي فإنني أعتقد بأنه سوف يكون قويا فيما يتعلق بالعلاقات الخارجية. إذن الرئيس أردوغان سوف يكون قويا بخصوص العلاقات الخارجية، يقول الأستاذ أرمجان. دكتور باولو فون شيراك من واشنطن الولايات المتحدة الأمريكية، كيف تنظر إلى هذا الفوز للرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعد هذا الإقبال الكثيف والكبير وغير المسبوق والذي تجاوز بأشواط أيضا نسب الاقتراع في الولايات المتحدة الأمريكية في الانتخابات الأخيرة، خاصة أن الولايات المتحدة الأمريكية عبر إعلامها كانت تدعم المنافس أو كانت توحي بشكل أو بآخر بأنها تدعم كمال كليشدار أوغلو الذي أعلن أيضا بأن هذه الانتخابات بطريقة أو بأخرى بأنه يمكن أن يكون قد ظلم فيها. الولايات المتحدة الأمريكية كيف تنظر لهذا الفوز بالنسبة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان؟ أعتقد أنه من المبكر لنا أن نحسم هذا الموضوع لأن النتائج مبكرة جدا، ولكن فيما يتعلق بدعم الولايات المتحدة الأمريكية للمعارضة أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تتخذ أي موقف تجاه هذه الانتخابات، و لم يحصل أن أمريكا قد دعمت المعارضة في هذه الانتخابات. وفيما يتعلق بعلاقة تركيا مع الدول الغربية يمكن القول أن علاقة الولايات المتحدة الأمريكية بتركيا لطالما كانت معقدة، وهذه العلاقة إذا تعرضت لعدد من التعقيدات لا سيما عندما قامت تركيا بشراء أسلحة روسية، وإذا هذا أيضا أثر على علاقتها بالدول الغربية بسبب حساسية هذه الأسلحة التي استحوذت عليها. إذن وهذا أيضا أثر على علاقة تركيا بحلف الناتو. إذن هذه العلاقة لطالما اتسمت بالتعقيد،
وهنالك أيضا نقاط متعددة أثرت على هذه العلاقة مثل التواجد في شمالي سوريا وأيضا الدعم الحاصل للمعارضة السورية. ولطالما كانت تركيا تمتلك علاقة متوترة مع القوات الكردية التي تدعمها الولايات المتحدة الأمريكية بشكل أو بآخر، وهذا الأمر مماثل. أستاذ باولو أعذرني على مقاطعتك، أعتذر على المقاطعة، ولكن أنا سأفصل بهذه المواضيع بالتفصيل. ولكن بخصوص دعم مرشح المعارضة من عدمه، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بنفسه أعلن بأن الولايات المتحدة الأمريكية والغرب يقفون إلى جانب مرشح المعارضة كمال كليشدار أوغلو. تذكر أيضا عندما كان له تصريحات قاسية بحق السفير الأمريكي هنا في أنقرة عندما ذهب والتقى بكمال كليشدار أوغلو منافس أردوغان في الانتخابات الرئاسية، وقال أردوغان أننا لن نفتح الباب للسفير الأمريكي هنا في تركيا. يمكن للرئيس أردوغان أن يتحدث بالطريقة التي يودها، إلا أننا نحن نتحدث عن السياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية. أن السفير الأمريكي يمكن له أن يلتقي بكافة إذن مكونات السياسة أو الساحة السياسية الداخلية، وهذا لا يعني أن الولايات المتحدة الأمريكية تدعم جهة ولا تدعم جهة أخرى. هذا يعني أن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول أن تفهم الساحة الداخلية، وهذا لا يعني أن الولايات المتحدة الأمريكية اتخذت موقفا معينا، وهذا أمر لم يحصل. الولايات المتحدة الأمريكية لا يهمها أن تدعم معارضة ما في إحدى البلدان وفي إحدى الانتخابات حول العالم. إذن هذا هو موقف الولايات المتحدة الأمريكية مشاهدينا بحسب الدكتور باولو فون شيراك. اللافت سيدة إلينا سوبونينا من موسكو بأنه بحسب كوميرسانت فإن 60% من الروس مهتمون كانوا بنتائج الانتخابات التركية ويتابعون هذه الانتخابات. ما سبب اهتمام الروس بشكل عام بهذه الانتخابات التركية؟ مساء الخير. أردوغان قفاز في هذه الانتخابات، وحتى قبل الجولة الثانية لهذه الانتخابات قيل في روسيا أنه هو ممكن أن يفوز، لأنه الرأي العام في تركيا هو دعم أردوغان بسبب أخطاء كثيرة ارتكبتها معارضة. وايضا بلا شك انه الدعم الامريكي لكليشدار أوغلو هو لعب دورا سلبيا بالنسبه للمعارضه، لان شعور معاديه للامريكا هي قويه في تركيا. احصاءات الراي، استطلاعات الراي العام في صحف وايضا في جامعات مختلفه انا تبعتها بدقه، دائما كانت تشير في السنوات الاخيره بانه البلد غير المحبوب في تركيا هي امريكا، فهي من هذه الناحيه دائما كانت تحتل المرتبه الاولى حسب اراء مواطني تركيا. فنعم، الاهتمام في روسيا كان كبير جدا. لن اخفي عليكم بانه في البداية منذ بضعة سنوات ما كان أردوغان محبوب كثيرا في روسيا، وهذا بسبب سياسته تجاه سوريا وإلى آخره. ولكن في السنتين الأخيرتين على أقل شيء أو حتى أكثر لاحظنا أن سياسته هي مستقلة، وهو يستطيع أن يقول كلمة لا لأمريكا، وعندما يرى أن مصالح تركية تتطلب هذا الشيء. فلهذا السبب في روسيا راهنوا على أردوغان بكل صراحة. كليشدار أوغلو هو لا يستطيع أن يقول لا لأمريكان، ولا يستطيع كان أن يحافظ على استقلالية السياسة التركية. فبهذا السبب أيضا ليس فقط روس كانوا من أجل أردوغان، ولكن أكثرية تركيا صوتت من أجله. إذن هكذا هي أيضا وجهة النظر الروسية مشاهدينا فيما يخص هذه الانتخابات التركية. دكتور أرمجان، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يعني كرر في أكثر من مناسبة، ومن مدينة إسطنبول عندما ألقى أيضا خطاب النصر أعلن بوضوح عن قرن تركيا،
ما الذي يقصده الرئيس أردوغان عندما يتحدث عن قرن تركيا على مستوى السياسة الخارجية؟ أعتقد إن هذا المصطلح كان مصطلحا واردا في الآونة الأخيرة بشكل كثير، لأن تركيا بمئويتها الجديدة سوف تحتل مكانة مختلفة، وإن عام 2023 هو عام مختلف بالنسبة لتركيا، حيث سوف يتم إحياء الذكرى المئوية لتأسيس تركيا، وبالتالي فإن هذه السنة مهمة بالنسبة للأتراك ويعد رمزا لهم، وحصول هذه الانتخابات في هذا العام كان مهما ايضا. ومن ناحيه او على المستوى السياسه الخارجيه، كما تعلمون كانت هناك سياسات متبعه في السابق، وكما افدت قبل قليل ان العلاقات الروسيه التركيه قد اكتسبت بعدا جديدا بفضل اردوغان. واود ان اذكر المشاهدين الكرام ان تركيا عضو في حلف الناتو، وهو داخل في هذا الحلف، وهو من اقوى الدول الموجوده في هذا الحلف، وبالتالي فانه صادق لهذا التحالف. بالإضافة إلى ذلك فإنه يقيم علاقات جيدة مع روسيا ومع الشرق ومع الدول الآسيوية على الوجه الخصوص مع روسيا. كما تعلمون في عام 2015 و2016 فإن العلاقات الروسية التركية كانت مرت بأزمة في الواقع، وخاصة فيما يتعلق بالقضية السورية، لأن تركيا كانت تريد أن تتبع سياسة معينة هناك في سوريا، واختلفت روسيا معها، وبالرغم من ذلك فإنه قد تم تحسين العلاقات واكتسبت بعدا مختلفا مع رجب طيب أردوغان. وعندما نعود إلى واقع الأمر، فإنه بعد هذه الانتخابات فإن رجب طيب أردوغان، وهو واثق بنفسه بفضل فوزه في هذه الانتخابات، سوف يكون هو نشيطا أكثر فيما يتعلق بالعلاقات الخارجية، سواء مع روسيا أو مع الغرب. كما تعلمون أن تركيا تحتل مكانة مهمة على الخارطة، وعليها أن تكون في علاقات جيدة سواء مع الشرق أو مع الغرب. إن المتحالفين الغرب قد لا يعجبهم بعض السياسات التي تتبعها تركيا، ولكن في نهاية الأمر فإن تركيا سوف توازن في هذه العلاقات. وهناك أيضا بسبب هذه الانتخابات وما حصل قبل ذلك، فكانت علاقات متوترة في الواقع. طيب أستاذ أرمجان، ولو باختصار، يبدو أن علاقات تركيا لن تتمدد باتجاه روسيا والشرق فقط، إنما أبعد من ذلك. لاحظ معي أنه الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو هنأ الرئيس أردوغان بهذا الفوز، وأكد الرغبة في مواصلة العمل معا لبناء العالم الجديد. ما الذي يجمع تركيا أيضا بأمريكا اللاتينية وتحديدا بدول مثل فنزويلا اليوم، حتى يؤكد الرئيس نيكولاس مادورو خلال هذا الاتصال مع الرئيس أردوغان وتهنئة الرئيس أردوغان على العمل معا لبناء العالم الجديد؟ وأي عالم جديد يتحدث عنه هنا الرئيس نيكولاس مادورو يجمعه مع تركيا؟ أشكركم في الواقع على هذا السؤال. لقد كان هذا المصطلح الذي استخدمه وهو العالم الجديد، كما تعلمون إن تركيا كانت له علاقات غير متوازنة مع الولايات المتحدة الأمريكية منذ السنين، وبالتالي فإنه بفضل العلاقات مع فنزويلا والدول الأمريكية اللاتينية سيمكن تحسين هذه العلاقات. وكما تعلمون أن العلاقات مع أنقرة بين أنقرة وموسكو كانت جيدة،
نوعا ما واستمرت على هذا المنوال. وكما تعلمون أيضا تركيا أقامت علاقات جيدة مع الدول الإفريقية، ومنذ تولي رجب طيب أردوغان للحكم في هذه البلاد فإنه كان يود أن يثبت وجود تركيا في الدول الإفريقية وكذلك في الدول الأخرى، ويريد أن يقوي تركيا سياسيا في هذه الدول، وهذه يمكن أن نسميها بالقوة الناعمة، حيث أن هذه العلاقات مرت بفترات متغايرة على مدى السنين. فمثلا في الدول الإفريقية قد أراد أن يزيد من تحسين هذه العلاقات وبإرسال المساعدات هناك وبالقيام بالاستثمارات هناك. كما تعلم هناك مؤسسة تيكا التي أنشئت من أجل أن تقوم بأنشطتها في هذه الدول الإفريقية. وعندما ننظر بشكل عام مرة أخرى، أود أن أكرر هذا الأمر، هناك بحث عن توازن في هذه العلاقات بشكل عام في مع مختلف الدول. فمثلا عندما ننظر إلى الحرب الروسية الأوكرانية، فإنه في قاعدة هذه الحرب يمكننا أن نقول أنه حرب بين الغرب وبين الشرق فيما يتعلق بنظام جديد عالمي وتحقيق هذا النظام الجديد. هناك حرب بين من يريد تغيير هذا النظام وبين من يريد أن يستمر هذا النظام العالمي على هذا المنوال. أعتذر على مقاطعتك دكتور أرمجان، ولكن نيوز ويك تعنون بوتين يحقق فوزا في انتخابات تركيا، هذا العنوان سأحيله لك دكتور باولو فون شيراك لتعلق عليه. لماذا تعتبر نيوز ويك بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يحقق فوزا في انتخابات تركيا بعد فوز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بولاية جديدة؟ أنا لا أعلم ما هي الأفكار التي انتابت مجلة نيوزويك لكي تتحدث بهذه الطريقة، ولكن يمكننا أن نقول أن أردوغان هو الرئيس الذي لطالما عمل الرئيس بوتين معه، وأعتقد أنه بالنسبة للرئيس بوتين وبالنسبة لاستمرارية العلاقات الخارجية مع تركيا من الأفضل أن يستمر أردوغان بإذن توليه للسلطة، عوضا عن وصول المعارضة التي من الممكن أن تعارض روسيا على مستويات عدة أو تمتلك وجهات نظر مختلفة فيما يتعلق بالعلاقة مع روسيا أو ب استمرارية تركيا بلعبها أو بلعب دور محايد أو دور الوسيط في الحرب مع أوكرانيا، لا سيما فيما يتعلق بتجارة القمح وإلى ما هنالك. وأعتقد أن كل هؤلاء الذين يمتلكون علاقة أو كل هؤلاء الرؤساء الذين يمتلكون علاقة مع أردوغان والذين يثقون به يفضلون أن يروا أردوغان في هذا المنصب، يفضلون أن يروا أن هذا الرئيس قد استمر بتوليه للحكومة لأن ذلك سوف يعزز العلاقات. بالنسبة للولايات المتحدة دكتور باولو فون شيراك، كيف ستتعامل الآن مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خاصة أن هناك ملفات شائكة ما بين الطرفين، وحضرتك تحدثت عن علاقة معقدة أيضا في جوابك الأول، كيف نتوقع أن تتصرف الولايات المتحدة الأمريكية انطلاقا من ملفات كثيرة؟ سوريا أيضا بالنسبة لتركيا، بالنسبة تحديدا للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يعتبر أن هناك ملف كبير عالق داخل الولايات المتحدة الأمريكية اسمه ملف بنسلفانيا، وتحديدا جماعة فتح الله جولن المتواجدون في الولايات المتحدة الأمريكية. انطلاقا من هذه العلاقة المعقدة، كيف نتوقع أن تتعامل الولايات المتحدة الأمريكية مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في ولايته الجديدة؟ أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية سوف تستمر باعتماد المنهجية عينها التي لا أعتقد أنها الفضلة، إلا أنها سوف تستمر، إن العلاقات مستمرة، الحوار مستمر، الزيارات مستمرة. هذه علاقة معقدة إلى حد ما لأسباب ذكرناها فيما سبق، ولكن إذن لا سيما بسبب عضوية تركيا في الناتو وأيضا بسبب علاقتها مع روسيا
روسيا، لا سيما فيما يتعلق بشراء الأسلحة والتعاون العسكري. و هذه النقاط لا تؤدي إلى اندلاع أزمة مشتعلة، ولكن إن إذا فوز إردوغان في الانتخابات الرئاسية لن يغير أي شيء في ديناميكيات هذه العلاقة. و إذا من الممكن أن تستمر إذا العلاقات على المستوى العسكري. هنالك أيضا طائرات حربية يمكن أن تصل إلى تركيا، وإذا هذه الأمور سوف يستمر الحوار حولها، ولكن لا أعتقد أن الأزمة مشتعلة وما من أمر خطير. وأعتقد أن إذا الناخبين الأتراك قد إذا دعموا هذه الحكومة، دعموا هؤلاء الأسماء، وأعتقد أن العلاقات سوف تستمر بشكل عادي. و كما نعلم منذ أشهر قليلة عملت أو لعبت تركيا دور الوسيط بين الأمم المتحدة وأوكرانيا وروسيا لإذن كي تسمح روسيا تعتذر تركيا إذن من مرور المواد الغذائية الأساسية إلى الدول الأخرى. إذن تركيا تلعب إلى حد ما دورا أساسيا على المستوى الدولي، والسيد إردوغان سوف and others that participated in all this is praised for this. إذا أعتقد أنه إذا يتم مدحه للعبه هذا الدور، ولا أعتقد أن تغييرات كبرى سوف تحصل على مستوى العلاقات الدولية مع تركيا، لأن الوضع مستمر وهو يستمر على حاله، والولايات المتحدة الأمريكية لطالما إذا كانت تمتلك علاقات مع السيد إردوغان، وهنالك نقاط يتم الحديث عنها، وسوف يستمر هذا الحديث، سوف يستمر هذا الحوار إذا ما كنا نتحدث عن نظم الدفاع الجوية أو الطائرات الحربية من طراز F-16 أو الأمور المتعلقة بسوريا. على كل حال أيضا سأعود بالتحديد إلى موضوع سوريا، لأنه واضح أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ينتهج نهج جديد بخصوص سوريا كتفا إلى كتف مع روسيا وإيران. ومولود شاويش أوغلو وزير الخارجية يتحدث عن تشكيل لجنة لإعادة تطبيع العلاقات مع دمشق، وحتى إعادة اللاجئين إلى المناطق التي يتتواجد فيها الدولة السورية أو تحت سيطرة الدولة السورية. ولكن سيدة إلينا سوبونينا، يعني ما عنونته نيوزويك لافت صراحة، لافت جدا، تعتبر أن الرئيس بوتين حقق انتصارا بفوز الرئيس التركي اليوم رجب طيب أردوغان بولاية جديدة في تركيا. هل توافقين الرأي، خاصة أنك حضرتك موجودة في موسكو؟ هل فعلا اليوم روسيا حققت انتصارا بفوز أردوغان بولاية جديدة؟ والله أنا اليوم تابعت وسائل التواصل الاجتماعي الروسية، فلاحظت أنه مساء وقت توضح الأمر مع فوز أردوغان هناك شعور فرح لدى مواطني روسيا، فنفس الشعور قد شملت الناس بعد السيطرة على مدينة أرتيومسك في أوكرانيا. فبالفعل الناس ينظرون أو بخموت الناس ينظرون إلى ما يحدث الآن بشعور الاعتزاز، حتى لأنه روسيا لعبت دورا مهما في تعزيز العلاقات الآن مع تركيا، وهذا يمكن ساهم في تحسين الأوضاع الاقتصادية في داخل تركيا. السيد كيلوتشداروغلو هو ارتكب برأيي ببضعة أخطاء، ما بين هذه الأخطاء هو لقائه السافر بسفير أمريكا في أنقرة، وهذا ما أعجب لمنتخبي تركيا. وخطأ ثاني مهم وكبير أيضا وقت هجم روسيا بانتقاداته بدون أي إثباتات، ف روسيا لم تتدخل في هذه الانتخابات، ولكنه انتقد روسيا وكأنه شعر بنقطة الضعف لديه، وهذا كان غلط. أنا صراحة وقت سمعت تلك الانتقادات استغربت، لأنني كنت أفكر أن سيد كيلوتشداروغلو لديه خبرة سياسية أكثر، ولكن يمكن شعور وحماس بسبب الجولة الأولى في الانتخابات يمكن أثر، كل هذا أثر عليه وهو لم يتصرف بكل البرودة، أما البرودة هي مطلوبة في كثير من الأحوال
لدى سياسيين في أوقات حرجة. فهذه المواقف، هذه الانتقادات كانت خطأ أيضا، خاصة أن مواطنين تركيا يفهمون تماما أن العلاقة مع روسيا هي مهمة في مجال القمح، في مجال الطاقة، والسياح الروس هم في المرتبة الأولى ما بين السياح زائرين تركيا سنويا. فكل هذا مفهوم جدا بالنسبة لمواطن عادي، ولكنه سيد كيلوجدارولو قد نسي ذلك أو تناسى هذا، وهذا كان خطأ. سيدة إلينا سوبونينا، دكتور باول فون شيراك، الدكتور أرمغانكوز كمان، سنكمل معكم هذا النقاش عن سياسة تركيا الخارجية في عهد ولاية جديدة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ولكن بعد فاصل قصير مشاهدينا، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الأعزاء إلى المسائية، ونقدمها إليكم من مدينة اسطنبول التركية، ونخصصها للحديث عن السياسة الخارجية لتركيا بعد فوز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بولاية جديدة إثر انتصاره على مرشح المعارضة كمال كليشدار أوغلو. معنا إذا من تركيا من اسطنبول دكتور أرمغان كوز كمان، دكتور باولو فون شيراك من واشنطن، وسيدة إلينا سوبونينا من موسكو. دكتور أرمغان كوز كمان، إذا أردنا أن ندخل أكثر في التفاصيل، هل يتوقع أن يذهب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أكثر باتجاه الشرق، أي باتجاه روسيا والصين وإيران، لإصلاح أيضا العلاقة مع سوريا، أم أنه قد يتراجع نوعا ما قليلا بعد فوزه بولاية جديدة؟ يعني هذا الفوز سيضعه في موقع أقوى، يبدو أنه تسمعني دكتور أرمغان، هل هذا الفوز سيضع الرئيس أردوغان في موقف أقوى وبالتالي يذهب أكثر باتجاه الشرق، باتجاه تكوين العالم المتعدد الأقطاب الذي يقال بأن تركيا أيضا جزء أساسي منه، أم أنه قد يتراجع قليلا في حال قررت الولايات المتحدة الأمريكية ممارسة الضغوط على تركيا؟ Şimdi tabii bakın, ben bir uluslararası ilişkiler çalışanı olarak herhangi bir devletin, özellikle Türkiye عندما نتحدث عن تركيا خاصة، فإن تركيا تحتل مكانة مهمة في الموقع، وموقعا جغرافيا مهما حول العالم، وبالتالي فإنه يكون دائما وسط الأزمات التي تحدث في العالم سواء مع آسيا أو في الغرب، وبالتالي لا يمكن لتركيا أن تقوم بقطع علاقاتها تماما مع الغرب أو مع الولايات المتحدة الأمريكية والاتجاه تماما إلى الشرق. ولذلك علينا نذكر بأن تركيا عليها أن تكون متوازنة في هذه العلاقات، و تركيا لديها خبرة في هذه الأمر، ولديها تقاليد دولة خاصة بها في هذه العلاقات، ولذلك بالرغم من هنا أن هناك مشاكل في العلاقات مع الغرب ومع الولايات المتحدة الأمريكية، فإنني أعتقد بأن هذه العلاقات سوف تتحسن نوعا ما في المستقبل، وأيضا بالإضافة إلى ذلك سوف تطور في علاقاتها مع روسيا ومع دول آسيا أيضا، وهذه سياسة مهمة عليها أن تتبعها تركيا في المستقبل، ولا خيار آخر لديها. وهناك تطورات أصلا تجبر تركيا لأن تكون على هذا المنوال وأن تقوم برسم خارطة طريق خاصة بهذه العلاقات مع سواء مع الدول الآسيوية أو مع الغرب. وعلينا أولا أن نوضح الأهداف في العلاقات الخارجية سواء مع الشرق أو مع الغرب، مدة هذه العلاقات أيضا مهمة، وكذلك الإيديولوجيات التي تتبعها الحزب الحاكم
ورسم خارطة الطريق وفقا لهذه الأيديولوجيات، هذه كلها أيضا لها تأثير في هذه العلاقات الخارجية. عندما ننظر أيضا مرة أخرى، أود أن أكرر، فإن تركيا وبهذا النظام الحالي الموجود سوف تقوم باتباع خارطة طريق تخدم مصالحها الخاصة والوطنية. وعندما نقول ذلك فإنه لا يمكن أن نتحدث عن قطع العلاقات مع الغرب أو الخروج من تحالف حلف الناتو أو غير ذلك، أو قطع العلاقات مع روسيا أو غير ذلك. لا يمكن أن نتحدث عن هذا الأمر. عندما تسألونني هل العلاقات مع الشرق أفضل أم مع الغرب، فإنه في الواقع أنتم محقون عندما تقولون العلاقات مع الشرق أفضل مما هي عليه مع الغرب، وليست هناك أي أسباب لتغيير هذه السياسة بالنسبة لرئيس الجمهورية أردوغان. وبالتالي أعتقد بأنه سوف يستمر في تقوية العلاقات مع روسيا ومع الشرق، وكما أشرتم أيضا بأنه كانت العلاقات أيضا جيدة مع فنزويلا، وهذه أيضا مهمة بالنسبة لتركيا، وتركيا سوف تستخدم هذه الورقة أيضا، وبخاصة أيضا العلاقات مع الدول الأفريقية، حيث أن تركيا أصلا تتواجد في أفريقيا منذ سنوات وتطور هذه العلاقات في أفريقيا خلال هذه السنين، إلى جانب تطوير العلاقات مع روسيا في مختلف القطاعات والمجالات، وهذا كله من أجل خدمة مصالح تركيا. على كل حال، الدول التي ذكرها الدكتور أرمجان، دكتور باولو فون شيراك قبل قليل، هم إما أعداء أو خصوم الولايات المتحدة الأمريكية. ويقول الدكتور أرمجان بأن تركيا أردوغان في ولايته الجديدة ستكمل في هذا المسار، قد تذهب أيضا إلى حل شامل مع سوريا، إعادة تطبيع العلاقات. ومن يرعى هذا الحل دكتور باولو فون شيراك؟ روسيا وإيران، وهما تعتبرهما الولايات المتحدة الأمريكية تضعهما في مصاف الأعداء في هذه الأيام. إذا استمر الرئيس أردوغان في هذا المنحى، اتجه أكثر شرقا ووسع علاقاته مع روسيا، حل الأزمة في سوريا أيضا، وذهب باتجاه حل الأزمة في سوريا وتطبيع العلاقات مع سوريا برعاية إيرانية روسية، الولايات المتحدة الأمريكية التي لم يعد لديها تأثير اليوم في تركيا، أو لن يكون لها تأثير بفعل أن أردوغان فاز بالرئاسة وبالبرلمان، كيف ستتصرف حينئذ؟ أنا لا أعلم، يجب أن ننتظر لنرى كيف ستتطور الأمور، ولكن أنا أوافق على أن تركيا سوف تستمر بسياساتها السابقة خلال السنوات القليلة الماضية، سوف تستمر بتعزيز علاقاتها مع الجميع، وسوف تكون صديقة للجميع، مع الولايات المتحدة الأمريكية، مع إسرائيل أيضا، مع روسيا ومع الصين. وإسرائيل اليوم إذا تمتلك علاقات جيدة مع تركيا، في حين أنه فيما سبق كانت العلاقات مزعزعة، وهذا جزء من السياسة المعتمدة من قبل أردوغان. أردوغان لا يريد أن يكون له أعداء في المنطقة، وهو يحاول أن يعزز علاقة بلاده مع جميع البلدان في المنطقة. وتركيا تمتلك علاقات تجارية أساسية مع أوروبا ومع الاتحاد الأوروبي، إن العلاقات التجارية مع الاتحاد الأوروبي أساسية جدا وكبيرة جدا بالنسبة لتركيا، ويجب أن تؤخذ هذه النقطة بعين الاعتبار، لسيما عند صياغة السياسات الاقتصادية المستقبلية لتركيا. وتركيا أيضا تمتلك دورا اقتصاديا كبيرا، ولكن أيضا تمتلك مشاكل اقتصادية كبيرة، ويمكننا الحديث عن هذه النقطة. ولكن تركيا تعتمد على إذن استيراد الموارد الطاقة من الشرق، من آسيا، وإن خطوط نقل النفط الآسيوية تمر من تركيا. إذن أيضا يجب على تركيا أن تستمر بالمحافظة على علاقات جيدة مع البلدان التي تمدها بموارد الطاقة. إذن لا أعتقد أن السياسات الخارجية سوف تتغير بشكل راديكالي، أو هذه السياسات التي اعتمدها أردوغان خلال السنوات القليلة الماضية سوف تتغير بشكل راديكالي.
التالي، وإن إعادة انتخابه لهذه الولاية لن تؤدي إلى تغيرات كبيرة على المستوى السياسي إن كان الداخلي أو الخارجي، ولكن بشكل أو بآخر سوف يطبع علاقاته مع سوريا ومع العلاقة السورية ومع الحكومة السورية، وأن هذه الحكومة لطالما كانت على علاقة سيئة مع إردوغان، وتركيا حتى اليوم تحتل وأن قواتها تحتل جزءا من الأراضي السورية، وهذا أمر معقد، وهذه المشكلة لم يتم حلها، وهنالك أيضا مشكلة إدلب، وأنا لا أعتقد أن هنالك حل سريع لهذه النقطة، وإذا ما تم تطبيع العلاقات مع سوريا من الممكن أن يتم حل هذه المسائل، ولكن مجددا لا أعتقد أو يجب أن نتوقع أن واشنطن لن تغير في سياساتها مع تركيا، وأن سياسات تركيا لن تتغير أيضا على المستوى الدولي. في هذه الملفات تحديدا سوريا والأزمة في أوكرانيا، سيدة صبونينا، موسكو ما الذي تريده من تركيا؟ أي نهج وأي خيار لاستكمال ما بدأه سويا، إن كان على مستوى صفقة الحبوب التي أيضا تم تمديدها مؤخرا بقرار من الرئيس بوتين بالاتفاق مع الرئيس التركي المنتخب لولاية جديدة رجب طيب أردوغان، أو إن كان بالنسبة للملف السوري الذي عمل على ما يبدو يتقدم وبطريقة سريعة بحسب ما صرح في أكثر من مناسبة مولود شاوش أوغلو وزير الخارجية التركي؟ روسيا غير راضية على صفقة الحبوب، ولكنها مددتها لمدة 60 يوم قبل الانتخابات، وهذا ملفت للنظر. روسيا تتفهم أنه بالنسبة لتركيا صفقة الحبوب هي مهمة، لأن تركيا تشتري الحبوب من روسيا وأوكرانيا، وأيضا هذا يعزز دور تركيا كوسيط في الأزمة الأوكرانية. عدة مرات تركيا قد توسطت في موضوع تبادل الأسرى ونجحت في هذا الشيء، فهذا يعني بأن روسيا تعتقد بأن الوساطة التركية هي ممكن أن تستمر وهي مهمة. بالنسبة لسوريا، فروسيا منذ سنين كانت تقول دائما، وأنا دائما كنت أقول، أنه لابد من العودة السورية إلى جامعة الدول العربية، ف كما نرى قد عادت سوريا إلى هذه المنظمة. فمنذ سنين روسيا كانت تقول وما زالت أنه على تركيا وسوريا أن تحسن علاقاتهما، فالآن نرى أن هناك اتصالات ولقاءات على مستوى حتى وزراء الخارجية، كانت هناك لقاءات في موسكو، وهذا تقدم كبير. بالنسبة للوجود التركي في شمال سوريا، طالما هناك في اتصالات ما بين البلدين على أعلى مستوى، أنا لا أستبعد أنه ممكن أن تكون فيما بعد قريبا حتى قمة أردوغان أسد بعد هذه الانتخابات. فإذا هناك رؤية ونظرة ممكن سيدة إلينا. لا هنا نريد أن نفصل، لأنه حكي كثيرا عن هذه القمة، الآن نتوقع أن نرى هذه القمة الثلاثية في موسكو برعاية سورية بين الرؤساء الثلاثة بوتين الأسد وأردوغان. روسيا عدة مرات دعت أردوغان وأسد لإجراء مثل هذا اللقاء، وأكيد إذا تم هذا اللقاء فهو سيتم بالإشراف الروسي، وروسيا اقترحت بكل صراحة أن تكون موسكو أو مدينة سانت بيتربورغ كمكان هذا اللقاء. ولنلاحظ أيضا، وهي نقطة مهمة، أن الاتصالات الأخيرة ما بين تركيا وسوريا أيضا قد تمت بالتنسيق مع الطرف الإيراني، وأيضا على أعلى مستوى، وهذا أيضا مزعج للأمريكان ولكنه يتم. فإذا أنا برأيي طالما هناك اتصالات هذه، فهناك أيضا رؤية لإيجاد حل لقضية إدلب، فهي لن تكون مشكلة كبيرة. أهم شيء أن تكون هناك إرادة سياسية من قبل الطرفين. أما على ضوء تحسن العلاقات ما بين سوريا وتركيا، ماذا ممكن أن تكون مشكلة كبيرة؟ هي بلا شك التواجد الأمريكي في شرق
سوريا بوجهة نظر روسيا على أمريكان أن يغادروا سوريا حيثما هم يتواجدون بدون أي موافقة وبدون أي غطاء دولي. في الفترة الأخيرة دكتور أرمجان، المنطقة شهدت تطورات كبيرة على مستوى العلاقات البينية ما بين دولها. مثلا تركيا حسنت علاقاتها مع دول الخليج ومع مصر، رأينا اتفاقا سعوديا إيرانيا وصف بالتاريخ أيضا تم توقيعه في الصين، وهذا أزعج الولايات المتحدة الأمريكية. لاحظنا وشاهدنا عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية وحضور الرئيس السوري بشار الأسد القمة العربية في السعودية. اليوم مع فوز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بولاية جديدة، هل يمكن أن نشهد إرساء لقواعد أمن إقليمي يتبناه أو تتبناه دول المنطقة بالتعاون بين تركيا وإيران ودول الخليج؟ يمكن إرساء هذا النظام الإقليمي بعد هذا الفوز للرئيس التركي رجب طيب أردوغان استنادا إلى ما حصل من تطورات مؤخرا؟ نعم، إنه سؤال جميل في الواقع. أشكركم على هذا السؤال. كما تعلمون أود أن أشير في بداية إجابتي على هذا السؤال إن سوريا أصبحت مقبولا من ناحية الدول العربية، ومع جامعة الدول العربية كما تعلمون قد مرت 12 سنة تقريبا على الحرب السورية، وسوريا أيضا عادت مرة أخرى إلى طبيعتها بالنسبة للدول العربية. و إذا سألتم لماذا يمكن أن تتحسن العلاقات بين سوريا وتركيا، فإنه يمكن أن نقول بأن تركيا تود أن تحل هذه المشكلة الموجودة على حدودها مع سوريا، وهناك أيضا اعتراف بالنظام السوري، وهذا الأمر أيضا مهم. و إن هذه القمة المحتملة قد تكون قمة محتملة تستضيفها موسكو بين سوريا وتركيا وروسيا، وبالتالي فإن أردوغان أيضا خاصة بعد فوزه في هذه الانتخابات فإنه أيضا سوف يكون قد يعترف بالنظام السوري أيضا ويحسن هذه العلاقات. وعندما ننظر إلى منطقة الشرق الأوسط أيضا فإن هناك علاقات جيدة مع بين تركيا والدول العربية، وذلك من أجل خدمة مصالحها، بينما كانت العلاقات تتدهور مع الغرب. وكما أشرت سابقا كانت العلاقات أيضا متدهورة أصلا بين تركيا وروسيا قبل ذلك، ولكن وكان هذا السبب بسبب الحرب السورية الموجودة على الحدود مع تركيا، ولكن بعد ذلك تم تحسين هذه العلاقات ونتجت هذه القمم بشكل إيجابي لخدمة مصالح تركيا. وإن تركيا متواجدة أيضا في البحر الأبيض المتوسط ولديها مصالح مهمة هناك في البحر الأبيض المتوسط، وخاصة فيما يتعلق بالتنقيب عن الغاز الطبيعي، ولذلك تحسين علاقات تركيا مع مصر أيضا مهم، لأن مصر أيضا لديها موارد مهمة فيما يتعلق بالغاز الطبيعي، ونقل الغاز الطبيعي أيضا مهم في حال تمت تحصيل علاقات بين تركيا ومصر، وسوف يكون مكسبا لتركيا. انتهى الوقت دكتور أرمجانكوز كمان رئيس قسم العلاقات الدولية في جامعة بايكنت، كنت معنا من اسطنبول. شكرا أيضا للدكتور باولو فون شيراك مدير معهد السياسات الدولية في واشنطن، كنت معنا من واشنطن، والسيدة إلينا سوبونينا مديرة مركز آسيا والشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية كنت معنا من موسكو. يبقى الشكر الأكبر لكم مشاهدينا على المتابعة. إلى اللقاء.